إيران كانت بحاجة ماسة إلى مثل هذه الانفراجة في علاقتها مع الإقليم التي خربتها هي بالطبع، لكن إيران كانت محاصرة عبر أطواق عدة، محاصرة عالميا دوليا ومحاصرة أوروبيا ومحاصرة عربيا، وبالتالي فإن هذه الأطواق الثلاثة التي تحاصرها اقتصاديا جعلتها في وضع اقتصادي صعب، بل وجعلت طموحها في التمدد في المنطقة وفي التخريب الأمني للمنطقة يتأثر كثيرا، لأن تدخلها في المنطقة يحتاج إلى تمويل مالي وتمويل بالأسلحة. لم يعد لديها إلا الأسلحة لتصدرها، التي تصنعها لتصدرها إلى أذرعها في المنطقة، في لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي غيرها، ولكن يدها المالية قد قصرت وأصبحت تعاني مشاكل متفاقمة، مشاكل عدة داخل الشعب الإيراني، وأصبحت هناك انتفاضات داخل الشعب الإيراني، وأصبح وضع النظام في حالة حرجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي كان لابد أن يهرب إلى الأمام، وجاءته فرصة التقارب السعودي أو الاتجاه السعودي للتقارب الدبلوماسي، ولعل هذه لحظة الانفراج في العلاقات السعودية الإيرانية قد قدمت طوق نجاح مهم للإيرانيين، كانوا أحوج ما يكونوا طالما وهم أحوج إلى هذا إليها. الطوق، يعني كيف ست